أول شيء إحنا بالنسبة لنا هذا يوم عيد، يوم فرحة، والصراحة إنه الهيئة التدريسية وإحنا والطلاب بالنسبة لنا هذا يوم كواحد تسعة كافتتاح السنة الدراسية، لأنه عمليا من افتتاح السنة الدراسية إحنا علمنا بس أسبوعين، فاليوم بالنسبة لنا واحد تسعة. الصراحة إنه نسبة الحضور ممتازة جدا، بتفرح. فمن يوم الخميس إحنا من ودينا الإعلانات للأهالي وخبرناهم، كثير تلفونات للمربيين للمعلمين كيف الرجوع ما كيف الرجوع، وطبعا بسبب طريقة المجموعات هناك صفوف لم تحضر اليوم، فبالأمس كان كثير اتصالات للمربيين اللي احنا ما ودنا نجي بكرة لي كذا، فشرحنا ليهم انه قضية المجموعات مش كل الصفوف لازم يجوا، ولكن حسب ما انت شفت طبعا وكان لنا اللف خلال الصفوف حول الصفوف انه نسبة الحضور تجاوز 90%، وهذا يدل على شيء يدل على اشتياق الطلاب الى المدرسة. وقضية التعليم عن بعد قد تكون مفيدة ولكن ليس بالكم اللي احنا توقعناه وليس بالمساواة مع التعليم العادي، هناك فرق كبير جدا، والطلاب عمليا بالنسبة لهم التعليم في وجه لوجه افضل بكثير من قضية التعلم عن بعد. فنسبة الحضور اليوم تدل على اشتياق وفرحة وابتهاج للطلاب للحضور إلى المدرسة. نعم، وبالتأكيد حسب بتعليمات وزارة الصحة بالكمامات والمواد. طبعا التعليم. زي ما أنت شايف إحنا في عنا قضية قياس درجة الحرارة، في عنا استقبال كمان إحنا استقبلناهم بالحلويات على أساس إنه كمان يوم فرحة ويوم عيد، في عنا المعقمات، في عندنا اللافتات الموجودة بالنسبة للطلاب، وطبعا قضية الكمامات كل طالب كل معلم كل عامل موجود داخل المدرسة طبعا يتقيد في ملاحظات وزارة التربية والتعليم ووزارة الصحة أيضا، ونحن نحافظ على البعد على التباعد على تقسيم إلى مجموعات على الحضور وعلى قضية التنقل بين الصفوف حسب تعليمات الوزارة. صح الموضوع ليس بالسهل، المعلم بدل ما يعلم أربع أو خمسة دروس بيعلم عمليا نصف، عدد حصص للطالب أقل، ولكن هذا أفضل بكثير من التعليم عن بعد. انت شايف بالحلويات والمصحيف، وعندنا كمان هنا انت ادوات الفحص، واستقبالنا بالمعلمين كلهم موجودين مبتسمين مبسوطين كنا عشان رجعنا للمدرسه والاطار هذا، ونامل انه هذه الجائحه تشرق تطلع عنا وان احنا نعاود نكون طبيعيين. في حضور يعني الطلاب اليوم؟ الحمد لله يعني لحد الحين يمكن 60% وهسه عم بيجوا الاولاد يعني بيجوا. نعم، يعني انتم في المدرسه جاهزين يعني المهم؟ احنا جاهزين من قبل 1/9. نعم بس الشعور انه اليوم 1/9 بالنسبه للطلاب، الشعور انه 1/9 راجعين